السوداني يستجيب لمناشدة الفنان خالد جبر ويرسل قوة عسكرية لمنزله. قيادي يتحدث عن معلومات حول تدخل الإطار لتغيير قيادات أمنية مهمة. اللامي يقول: نعمل مع جهات حكومية لتحديد آلية توزيع الأراضي للصحفيين. أزمة الدولار تفتح أنظار العراقيين على رابطة المصارف الخاصة، كيان مجهول الفعالية. تداعيات ارتفاع الدولار، تحرك نيابي لتحسين مفردات البطاقة التموينية. وزير النقل يوعز بزيادة عدد الرحلات إلى محافظة البصرة. وأخيرا أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم نشرة الأخبار من قناة بغداد لهذا اليوم السبت الموافق 31 كانون الأول للعام 2022. الرجاء دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس والمشاركة، وإليكم تفاصيل الأخبار. السوداني يستجيب لمناشدة الفنان خالد جبر ويرسل قوة عسكرية لمنزله. وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بإرسال قوة عسكرية للوقوف على ملابسات حادث الاعتداء على منزل الفنان الرسام خالد جبر بعد مناشدة الأخير له. وكان الفنان خالد جبر صاحب البرنامج الشهير السابق المرسم الصغير قد ناشد رئيس الوزراء عبر منشور على صفحته في الفيسبوك، قال فيه إن حياته تعرضت للخطر والاعتداء على منزله بالرمي إطلاق نار، وكتابة عبارة مطلوب دم، مناشدا رئيس الوزراء بإنقاذه بإلقاء القبض على هؤلاء المجرمون. وتفاصيل خبرنا التالي أعزائي المتابعين: قيادي يتحدث عن معلومات حول تدخل الإطار لتغيير قيادات أمنية مهمة. كشف القيادي في الإطار التنسيقي جمال حسن عن حقيقة فرض ضغوط على رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني لتغيير قيادات أمنية رفيعة. وقال حسن في حديث له إن اجتماعات قادة الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني تتضمن ملفات معلنة للرأي العام تتعلق بالأوضاع العامة للبلاد في السياقات الأمنية والاقتصادية وما هي حلول الحكومة في معالجتها. ونوه إلى أن أي من قادة الإطار لم يتدخل في تفاصيل الملف الأمني سوى في المطالبة بإعفاء أو تكليف قيادات أمنية لأي منصب. وأضاف حسن أن قادة الإطار التنسيقي متفقة منذ بداية تشكيل حكومة السوداني على عدم التدخل وترك الخيارات للسوداني في المجال الأمني سواء في إعفاء أو إقالة أو تكليف القيادات الأمنية لكل المناصب، ولم يتم التطرق أي اجتماع حول هذه المواضيع بشكل مباشر أو غير مباشر. وأشار إلى أن الحديث عن مطالبة بعض أطراف الإطار تغيير قيادات مهمة ومنها مكافحة الإرهاب مؤخرا غير دقيق. ونتابع معكم أيضا أعزائي المتابعين، اللامي يقول: نعمل مع جهات حكومية لتحديد آلية توزيع الأراضي للصحفيين. أكد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي أن النقابة تعمل حاليا مع الجهات المعنية على تحديد آلية لتوزيع أراضي للصحفيين في بغداد. وقال اللامي أن النقابة لديها الكثير من المشاريع السكنية للصحفيين في بغداد والتي حرموا منها سابقا. وأضاف أن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني وجه وزارة المالية ودائرة عقارات الدولة ووزارة البلديات وأمانة بغداد بتهيئة قطع أراضي سكنية للصحفيين من سكنة محافظة بغداد، وسنعمل مع تلك الجهات على تحديد آلية لتوزيع الأراضي. وأشار إلى أن النقابة لديها مشاريع أخرى تتمثل بدورات للصحفيين في داخل وخارج العراق بالإضافة إلى المكافآت التشجيعية، مبينا أن النقابة تعمل على زيادة عدد المشمولين بالمكافآت. والخبر التالي أعزائي المتابعين: أزمة الدولار تفتح أنظار العراقيين على رابطة المصارف الخاصة، كيان مجهول الفعالية. مع تفجر أزمة الدولار في الأسواق العراقية خلال الأيام الماضية والتي جاءت بفعل تورط مصارف أهلية بتهريب الدولار من العراق وعبر نافذة بيع العملة التي تشارك فيها عشرات المصارف الأهلية، وجه العراقيون أنظارهم صوب رابطة المصارف العراقية الخاصة. هذا الكيان الغامض بحسب وصف الأوساط الشعبية تمتلك دورا مجهولا في العراق وسط وجود البنك المركزي الذي من مسؤوليته تنظيم عمل المصارف سواء الحكومية أو الأهلية، فيما يعرف عن هذا الكيان أنه مظلة لجميع المصارف من بينها المصارف الأهلية
التي تبين إنها متورطة بتهريب العملة وتسببت بارتفاع الدولار في الأسواق العراقية بعد تضييق الخناق عليها من قبل الفيدرالي الأمريكي. ولعل أبرز المؤشرات على فشل القطاع المصرفي في العراق ولا سيما الأهلي هو بلوغ عدد المصارف الأهلية الخاصة في العراق أكثر من 40 مصرفا، إلا أن الأموال المكدسة في منازل المواطنين تصل لـ70 تريليون دينار، أي حوالي 40% من الكتلة النقدية العراقية هي خارج المنظومة المصرفية، بفعل عدم ثقة المواطنين بالمصارف وفشل هذه المصارف الخاصة باستقطاب أموال المواطنين وكسب ثقتهم. وتفاصيل خبرنا التالي: تداعيات ارتفاع الدولار، تحرك نيابي لتحسين مفردات البطاقة التموينية. قدم مكتب النائب أحمد الشرماني طلبا إلى رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب لتحسين مفردات البطاقة التموينية، وبحسب الوثيقة الصادرة بتاريخ 28 كانون الأول أن مطالبات نيابية لتحسين مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا وإيجاد آلية شفافة في التعاقد والتوزيع لهذه المفردات، وأدناه نص الوثيقة. والخبر التالي أعزائي المتابعين عن وزير النقل، حيث يوعز بزيادة عدد الرحلات إلى محافظة البصرة. أوعز وزير النقل رزاق محيبس السعداوي مساء الجمعة بزيادة عدد الرحلات إلى محافظة البصرة لحضور مباريات بطولة خليجي 25، وذكر إعلام وزارة النقل في بيان لها استنادا إلى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أوعز الوكيل الفني لوزارة النقل طالب عبد الله بايش بالتعاون مع مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كريم كاظم حسين والتنسيق المشترك مع اللجنة المنظمة للبطولة بزيادة عدد رحلات الناقل الوطني لنقل الجماهير الرياضية من مطارات بغداد وأربيل والسليمانية إلى مطار البصرة لحضور مباريات بطولة خليجي 25. وأضاف بشأن القطارات، فهنالك 3 قطارات مخصصة لنقل الجماهير الرياضية بعد أن تم تسيير 5 قطارات نحو مدينة البصرة يوم الأربعاء الماضي، مضيفا أن الحافلات تم توزيعها في الأماكن المخصصة والمحددة لنقل الوافدين بالتعاون مع محافظ البصرة وقيادة شرطتها وأجهزتها الأمنية. يشار إلى أنه تم تفعيل الحجز المسبق على القطارات للأيام القادمة لانطلاق البطولة. والخبر الأخير أعزائي المتابعين الكرام، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية. سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي اليوم السبت استقرارا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، حيث أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 153,750 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152,750 دينار لكل 100 دولار أمريكي. ومساء يوم أمس الجمعة سجلت أسعار صرف الدولار أمام الدينار مع إقفال البورصة الرئيسية انخفاضا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، حيث أن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين سجلتا صباح اليوم 153,000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي. وأضاف أن أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 153,750 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152,750 دينار لكل 100 دولار أمريكي. متابعينا الأكارم، حتى لا تفوتكم الأخبار من قناة بغداد، لا تنسوا الاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس، وألقاكم على خير في القريب العاجل، وأتمنى السلامة لكم، وانتظرونا خلال الساعة المقبلة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.